بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو وثمود وقوم لوط وأصحاب
أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا
نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثله
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا
وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين
يَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين
ولتعلمن نبأه بعد حين.